صلاة على محمد وآل محمد. زبر من بني الكرار أضحى يغلب للوغى أسدا غضابا غدا تتألبت أرجاس حرب لتدرك بالطفول آطلاما فكر عليهم بليو سغاب لا اتخذت فلا الخطي غابا وأروع لم تروعه المنايا إذا اندلفت تجاذي به جذابا يوز مثقفا ويسل عظما كومض البرق يلتهب التهابا رمى ورموا سهاما حتى اذا ما اخطاوا مرما اصابا الى ان خر منعفرا كسته سواف الريح غاديه ثيابا فوافته الفواطن معولات بندب منه ثم الصخر ذاب وزينب ساكن تدعو بقلب مصاب يملأ الدنيا مصابا فيا ليت وان عم جلب وروسهم اذا ما الدهر نابا لقد سلب العدا بالرغم منا رداء الصون قسرا والحجابا على رغم الهدى والدين أضحت بنو حرب تجاذبها النقابة شمر الخنين نادي يا زينب لا تصولي راح ترجع لك يا حزينة وين وليتين روحي إلى العركة يا زينب وعي حسين ونادي بني عدنان خليهم يجون وفت على التل الحزين بقلب مفتول ولفت على الهام العشرهم صاحت وصوت يا حسين تقعد وصلت العنوان لبيوت هجموا علينا يا عزيزي وسلمونا بس ما سمعنا ده ومني سعد انفاس يا مخدرت بونا علي خوام لمرا اسلف للعتب ما يفيد في جثه بلا راس روحي نزل على السريع مبضعين
صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة جاهد بدار الدين تركوبي قطيعة ولا خيام رندي بهدية يا الوديعة غصب علي من مخيم يجعلنا صفر من قلبي النسبة كل الهموم روح العلي الأكبر يا زينب بنشيقو أيست منا وباليتامى ظلت تحوم تنخيك ومن كثر النغاوي قلبها أحيت اسمي المصطفى ويا مدلل حسين جيتك يا عقلي لليتامى والنساوي عذبتنا نلتدي وكذا يا عم انتي نظرتي البس من الصلاة صاحت على البارود الى الدعس بواعي بمتحد عندي وبمتحد روحا وبداوي بلجيت النفس بغفر اللي ودمع العين نسى لا قوة إلا بالله العلي العظيم نادي الله وإنا إليه راجع. دخل رجل على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه جاي يطلب العطاء يريد جائزة يريد فلوس يريد عطية يريد العطاء سلم على الحسين عليه السلام سأل منه قال الحسين سلام الله عليه يقول نحن قوم لا نعطي المعروف إلا على قدر المعرفة قال أنا أريد أسألك بأسئلة وأريدك تجاوب عليها قال ابن رسول الله أنت مثلك اسألني أنا أنت إمام ابن إمام أبو أئمة كرام أنا بكم من علم رسول الله وعلم رسول الله من عند الله ويني أنت سألني أنا إيه كما يقال كم سائل عن أمره وهو عن الله سبحانه وتعالى خلق النبي موسى وخلق العصا ويعلم ويعرف أسرار العصا وشين هي العصا هاي وشين هي فائدتها لموسى لكن يسألك يقول له وما تلك بيمينك يا موسى الله خلق الأبواب وقال موسى وغلق العصا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب فالله يسأل موسى وهو قارئ العصا فالحسين عليه السلام يسأل هذا الإعرابي لكن وهو يعلم بجواب الأسئلة لكن يريد يختبر معلومات هذا قال ما هي برسول الله الأسئلة قال أولا من نجات من الهلكة قال التوكل على الله ما روح الهمة قال الثقة بالله قال ما أحسن ما يتحصن به العبد قال محبتكم أهل البيت قال ما أزين ما يتزين به الرجل قال علم وعمل يزينه حلم قال فإن أخطأ ذلك قال فعقل يزينه تقى قال فإن أخطأ ذلك قال سخاء يزينه حسن خلق قال فإن أخطأ ذلك قال شجاعة يزينها ترك عجب شوف الأسئلة الحسين
عليه السلام يريد يفيد العالم الحسين، يريد ينور أفكار الناس، يريد يعلمهم نعم يرجع عليهم درس، يعلمهم معنى الإيمان، معنى العلم، معنى التقوى، معنى الكرم. والأولا من نجاة من الهلكة كان التوكل على الله. نعم الزاد يقول الإمام علي سلام الله عليه، الإمام علي بن أبي طالب يقول نعم الزاد في المهالك هو التوكل على الله. نعم الزاد في المهالك هو التوكل على الله. من يتق الله، الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فنعم الزاد في المهالك هو التوكل على الله، النجاة من الهلكة توكل على الله. احسن ظنك، يقول الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول لي احد المسلمين، يقول احسن ظنك بربك، فاذا الانسان توكل على الله فاز دنيا واخره. كل شيء، كل امور الانسان بيد من؟ بيد خالقه، بيد خالق الأسر اليسر الخير، كل بيد الله سبحانه وتعالى. أنت إذا توكلت عليه، توكلت على الله، فزت دنيا وآخرة وسعدت دنيا وآخرة. قال وما روح الهمة، قال الثقة. الثقة بمن؟ الثقة بالله، الثقة بالله أمر عظيم. ومن وثق بربه الله سبحانه وتعالى أدخله جنة. النقطة الثالثة، السؤال الثالث، قل ما أحسن ما يتحصن به العبد؟ قال محبتكم أهل البيت، محبة أهل البيت، محبة النبي ومحبة علي والأئمة الأطهار، محبتهم. ما سمعت الشاعر يقول عن حب علي، يقول حبه الإكسير لو در على سيئات الخلق صارت حسنات. حبهم، حبكم مبغتي تسير إليه، إن سر الفتى على أبويه. سلام الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الأطهار. يقول ما أحسن ما يتحصن به العبد؟ قال محبتكم أهل البيت. شوف كلمة لا إله إلا الله شنو شرطها؟ شرطها شنو؟ محمد وأهل البيت شروطها. الله سبحانه وتعالى يقول كلمة لا إله إلا الله حسني، ومن قالها دخل حسني، ومن دخل حسني أمن من عذابي، لكن بشرطها وشروطها. كلمة لا إله إلا الله، ما هو شرطها وشروطها؟ شرطها وشروطها محمد وأهل بيته. أولئك من شروط كلمة لا إله إلا الله، هل ينزرع بقلبك حب محمد وأهل بيته؟ لأدب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، قد كان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من له ودا أهوى أبا حسن. السؤال الرابع، شنو السؤال الرابع؟ السؤال الرابع يقول ما أزين ما يتزين به الرجل؟ قال علم وعمل يزينه حلم. شوف العلم والعلم
العلم والحلم متفقان، يعني أخوين، العلم والحلم متفقان مرتبطان، أخوين العلم والحلم. لمن ذي العبيد يقول قالوا أعطينا العلم بعد، قال والحلم، قلوا أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. أعطينا العلم بعد كلمة ثانية قال الحلم، فالعلم والحلم متفقين يعني أخوين. فإذا صار العلم، إذا جمع العلم والحلم في شخص، هذا صار من 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 الرجال الأفاضل، صار رجل عظيم بكل ما في المعنى إذا حوى العلم والحلم. إيه؟ بعد كان رجل، رجل صار عنده علم وحلم، والعلم عامل بعلمه، ما أزين ما يتزين به الرجل، قال علم وعمل، علم وعمل يزينه حلم. رسول الله يفخر، يفخر بعلماء الأمة، بعلماء أمته، على الأنبياء فخرهم، يفتخر بعلماء أمته على أنبياء بني إسرائيل، يقول علماء أمتي، علماء أمتي العاملين بعلمهم كأنبياء، كأنبياء بني إسرائيل. فالعالم تلميذ من تلامذة، من تلامذة أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. العلم ومعه الحلم يزينه حلم، ما أدل ما يتزين به الرجل، قال علم وعمل يزينه حلم. أبو أعظم علماء، أي علماء أعظم من الحسن والحسين؟ أليس هم معلم العلماء؟ أليس هم سادات الناس؟ أليس هم سادات الناس؟ معلم العلماء، شوف شلون، شوف الحلم الموجود عندهم، وشوف التواضع الموجود عندهم. حسين سلام الله عليه ومعه الحسن يمشيان الطريق، وإذا هما بشيخ عمره 80 عام تقريبا، شيخ فاعل في السن، لكن جالس يصبغ الوضوء، لكن مسكين ما يحسن ترتيب صباغ الوضوء. فقال الحسن بن علي سلام الله عليك يا أبا محمد، أخي حسين؟ قال نعم سيدي. قال هذا الشيخ نريد أن نعلمه، نريد أن نعلمه. فضل أبا محمد، وإذا الحسن والحسين وجلسا على التراب بين يدي الشيخ. فقال الحسن بن علي أريد أن أصبغ الوضوء، ناولني الإبريق. أخذ الإبريق، أعطاه الإبريق، صبغ الوضوء. لما نكمل الوضوء أخذ الحسين الإبريق وصبغ الوضوء بعدما فرغ من وضوئهما. قال الحسن أيها الشيخ، صبغنا الوضوء وأنت تنظر إلينا، أينا أحسن وضوء؟ أينا أحسن وضوء؟ أنا أم أخي هذا يحسن الوضوء أحسن من عندي؟ وإذا ذاك الشيخ عبرات يدخل على خديه كرش المطر، وقام وانكب على أقدامهما يقبلهم وهو يقول: ساداتي، ساداتي، أنتما كلاهما سوى،
لكن أنا الجاهل، أنا الجاهل، أنا الذي ما كنت أحسن الوضوء، لكن ببركاتكما تعلم. شوف تعلم السيف كيفية سماع الوضوء بمجرد نظر إلى الحسن والحسين يصنعان. لكن لو جاء قال له تعال عمر 80 سنة ونصف مولود، ما تعرف مولود 80 سنة عمره، هل هو هذا يرضى بكلامه؟ يتعلم يستجيب لتعليم الحسن والحسين؟ لم يستجيب لهم، ما يستجيب لهم. لكن التواضع والعلم انه يعرف كيف يصبر الوضع. سلام الله عليك يا حسن ويا حسين. شوف العلم، شوف العلم، العلم والعلم والتواضع كيف ما أزين ما يتزين به الرجل. قال علم وعمل يزينه علم. قال فإن أخطأ ذلك كله، قال فتقاء عقل يزينه تقاء. ولا تنسى، لا تنسى التقاء، ولا تنسى هاي القيم العالية، منها التقى، منها الورع والإيمان، هاي القيم التي ترفع بشخصية الإنسان، ترفع بشخصيته. التقى، التقى، وما أدراك ما التقى. واتقوني يا أولي الألباب. الله سبحانه وتعالى يخاطب عباد، واتقوني يا أولي الألباب. التقى من القيم الفاضلة. بعد قال والسخاء يزينه حسن خلق. مو بس كريم، كريم كريم بدون أخلاق. والله لو تجيب لواحد واحد ضعيف يوقف أمامك ويقول لك والله أنا محتاج، محتاج في حاجة ما أسألها، كم دينار تنطيني؟ وش إلا دينار لو تنطي 10 دينار وأنت مغضب بالوجه، ما عندك أخلاق، أخلاق سيئة، والله يمكن ما يقبلها هاي العالم. ولو قبلها لكن مكسور الخاطر. ليش؟ لأن انت عطيت هاي العشرة مقضية، عطيت العشرة دينار لكن بأخلاق سيئة. لا، الكرم يزينه الأخلاق. السخاء، سخاء يزينه حسن خلق. مو بس السخاء، السخاء وياه الأخلاق. ولا سيما إذا وقف بجنبك اليتيم، إذا ذاك اليتيم فاقد الوليان، يريد من يمسح على قلبه، يريد من يجبر خاطره لأنه يتيم. وش الدينار تنطيه وجهك وأنت سيء الأخلاق، وجهك مغضب، ما يرتاح اليتيم، ما يجبر خاطره، لكن تنطيه درهم واحد، درهم واحد تنطيه بأخلاق. والبسمة تلوح على شفتيك. أهنا إلى اليتيم والضعيف من أن تنطي عشرة وأنت مؤمن. سخاء يزينه حسن خلق. الكرم، الكرم ترى خصلة فاضلة. والكريم لا ينسى ذكره، لا ينسى ذكره، ما ينسى ذكر الكريم. فالكريم، فالكرم خصلة فاضلة، لكن يجب أن يكون الكريم ذو أخلاق جميلة، أن يكون الكريم عند أخلاق. سخاء يزينه حسن خلق، مثل آل بيت محمد سلام الله عليهم. 400 نسمة الإمام زين العابدين حيلهم، لكن تعال شوف الأخلاق، شوف الأخلاق الموجودة عند زين العابدين. يوزع الطعام، يوزع الأطعمة على الفقراء والمحتاجين واليتامى. والبسمة تلوح على شفتيه، بسمة تلوح على شفتيه، وكلهم على هذا المنوال. كلهم هاي سجيتهم، سجيتهم العطاء، الكرم،
والأخلاق بعد حدث ولا حرج من أخلاقك جدهم محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الحسين بعد ما مات الإمام الحسن قالت زينب لأخيها الحسين: أخي هل نغلق مضيف الإمام الحسن؟ قال: لا، كيف يغلق المضيف وأنا موجود؟ خلي الباب مفتوح، باب المضيف مفتوح، كيف يغلق مضيف الحسن والحسين موجود؟ خل الضيوف تجي والوفاد يجون والفقراء والمحتاجين يجون، لأن الحسين موجود من بعد أخيه الحسن. إذا كان الليل تشعل نار على سطح تنظيف، ربما واحد غريب ما يدري ما يعرف وين نظيف الإمام الحسين، أما يرى النار من بعيد يقصد إلى نظيف الإمام الحسين سلام الله عليه يعني. وعاشت بكرمه الأباعد والأقارب من الفقراء والمساكين، كانت لهم وفاد لهم عوائد عند الحسين، واحد يعطي إلى 100 دينار، واحد إلى 200 دينار، واحد على قدر ما ينفق طول شهر، طول الشهر كثر ينفق على عائلته. الحسين يتبع عليه الدرج، عاشت بكرمه اليتامى والفقراء والمحتاجين. أكو وافد إجا إلى الحسين سلام الله عليه جل المدينة، سأل عن الحسين، قالوا له أن الحسين في مسجد جده محمد صلى الله عليه وآله. فجاء إلى المسجد، قال: الحسين يصلي. سبق الوافد إلى أن فرغ الحسين من صلاته، فقال للإعرابي: لم يخب الآن سيدي من رجاك، ومن حرك دون بابك الحلق أنت جواد وأنت معتمد. أبوك قد كان يقتل الفسقة. الحسين أمر أن يعطى هذا الفقير، يعطى مبلغ من المال، أعطى مبلغ من المال وقال: خذها فإني إليك معتجرا، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصر كان السماء عليك منتفق، لكن ريب الزمان أضر بنا، والكف مني قليلة النفقة. أخذها الإعرابي وهو يمشي، أخذ المبلغ من المال ويمشي، قال: ليش تبكي يا أخ العرب؟ يعني هل هذا المبلغ قليل في حقك؟ قال: لا سيدي، لا درهم واحد من يدك الطاهرة، لا درهم واحد فيه بركة، لكن ما أبكي على أن المبلغ قليل الذي أعطيتني إياه، أبكي على هاتين الكفين، ونبكي على هاتين الكفين كيف يأكلهما التراب. فقال الحسين عليه السلام: يا أخ العرب، إن هاتين الكفين يقطعهما الجمال يوم العاشر من المحرم. يقول: هاتين الكفين يقطعهما الجمال يوم العاشر من المحرم. فلما سمع الإعرابي بكى بكاء شديدا وهو ينادي: وحسيناه وإماما، نعم قطعهما الجمال يوم العاشر. الجمال قطع يمين الحسين وشمال الحسين، نعم لما صرع الحسين أقبل الجمال إلى الحسين، وأخذ إليه أخذ قطعة سيف، وبقي حزنه يدي الحسين، قطع يمينه وقطع شماله، وقبل الجمال قبل أن يقطع الجمال يديه بجدل بن سليم قطع قنصرة. بدل ابن سليم أقبل يريد يأخذ الخاتم من قنصر الحسين، ما قدر ينزعه لأن الدماء جامدة عليه، فأخذ إليه أخذ خنجر وبقي يحس قنصر الحسين حتى قطعها. مثلوا بالحسين. النبي يقول: إياكم والمثل والأرض الكلب العمور، لكن يا رسول الله مثلوا بولدك الحسين،
قطع بدني من دنيه قنصرات قطع الجمال يديه قطع الثمر ابن الجوشن راسه وويلا قتلوا بالحسين يا رسول الله يا رسول الله صلى عليه مليك السماء هذا حسين بالحرام محدود الرام من القتال صار مثل ولاده هي الاحزان علي وفت قلبي النقم ما كفات الريح او صاله ولا حز الوريد ولا ترقب جثته بخيل العزا فوق الصعيد عين الخاتم يروح بخنصر حسين الشهيد يا عليه السماء وحنا يحز بخدها على الدكة ويح قلبي قطع دمه للكفوف عين مبضة على التربة من ضرب السيوف عين الدكة ولا سماء ولا دخل قلبه الخار ولا ترى حسين آية الله وله جثة مصبرة قد تبوس سجدة يمينا وقطع حرمة الشمال ورد وراها والأكوان تسلسلت والعرش بان ونزل خير الرسل طاعة والوصي خير الرجال والزكي والزاك يمه ونشعر من الزرع يا ويلي جلد والراس اليمين يصيح يا جد الرسول تشكي احوالي لابويا المرتضى فعل الفحول رضى والعنوان صدري على السرم جاك لبيون شانه براسي وروس اعلي وخواتم شهرا والبتول المعتصم مهجة الدباك يخلونا رمية بلا ضريح ويا رخصني يا غضو شعري الدم الذبيح كان ناخذي وناخذ والشعور من الشراب من دماء تغضب والصيح يا ابني يا غيور يكتم السكنة وزينة ضيعتها بالغرور مخدرة زينة ولا عيد ومعودة تركب القول كيف يا ابني زينة تخليك مرمي على السرى قال هي مرة وشافت جسمي بدمه غزيل وخرت من الجمل لو داعي وصاح وبالرحيل وبالغصب عني خدعها ودمعها يجري ويزيل سافرت لكن يا زهرة باليتامى بحيا يا ويلي يا سادة على اللي سيد العالم وسادة على الترمان خدي بلا وسادة قد برض الغابرية أي المحاجر لا تبكي عليك لما أبكيت والله حتى محض
حجر حجري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. فرج عنا يا الله، فرج عنا فرجا عاجلا غير آجل. اللهم من على مرضانا بالشفاء، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا بحق مريض كربلاء علي بن الحسين. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وارزقنا زيارة الحسين بن علي. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى أخيك وحامل الوائد أبو الفضل العباس، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين بحامك الشريف المستقبلين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أطاء، السلام عليك العيد مدى، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة تبعتكم. السلام عليك وعلى أبائك السبعة وأبنائك الأربعة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، سيدي عجل الله لك الفرج وسهل الله لك المخرج. السلام عليك وعلى أبائك الطاهرين المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبق والصلوات على محمد وآل محمد. يا Thank you.
Oh,
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن كنا أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة يا سادتي قريب يا مروم كربلاء بشرى بني فهر بشرى بني فهر فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا لا تقطموا الأيدي وحق لكم أن تعقدوا أندية للهنايا إن الأولى في كربلاء صرعوا إن الأولى في كربلاء صرعوا نالوا بذاك اليوم أقصى المنايا باعوا نفوسا لهم قد غلت وأرخصوا من سعرها المثمنا واشتروا العليا واشتروا العليا نقدا بها ومشتري العليا لن يقبل يا واجتنوا العز بأسيافهم واجتنوا العز بأسيافهم والعز من أطيب ما يجتنى فكافحت أعدائها فدية تمنعها الأحساب أن تجبنا وكافحت من هاشم وقاتلت من هاشم والمجن ترى المنايا ترى المنايا هي خير المنى لكن رأوا أن بدار البقاء نيل الأماني لا بدار الفنى فاستسلموا للموت من بعد ما أسلمهم في دره الأرسنايا تلك الجسوم الغرلة فيها باتت على البواب لن تدفن بقيت أخوان الحسين وأنصاره على البواب الحسين عليه السلام وحيد من بعدهم كالطير المتكسر أجنحته متكي على سيفه أخذ يتوكى على سيفه ويعتب على بني هاشم ومرة يعتب على الأنصار ودموع تفر على صحن خده يصيح أحباء أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبتوا ولكن ما على الموت
ما تقول يا ويلي ويلي جمرة الهوى في كفي وجمرة عليها خيل السجود وسهم العداء صايبني وسهمي عليهم خاطي ما حد بقى يرجع لي يسرد على ميموني الحين سيف انكسر واسناني وظلت مالي نصير ومكسرين الجنحاني في كربلاء متحير وحدي ولا لساني ما حد بقى يا اخواني يسرد على مهموني من نوم لتراب قعدوا يشبون عدنان ظهري كسر شوني ابن عمتكم يا شباب هذه الخيل تحوم دوم واسرجوها ورايت العظمى انطرت دوم ابشروها على ساحتي يا الاشتيال ما تسمعوها اختلت وبقيت حيران سبتت فوق وقامت خط المذابيح ومن وحدة ناب يقوم وناب يطيح ومن وصل مصراب الفضل خلفوقه يصيح يا سيف حرب يقوم وتخيل للحصان يلي على الشاطئ بلا راس وبلا كفوف بعت السهم مني يا ابو فاضل بالكفوف والله كسر ظهري وشيبني أنا وقوم خليت نحاير يا أخويا بين عجوان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا جعل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا امنا بالله صدق الله العظيم قال سيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول من الذي انشاه في ظلمات الارحام و
وشغب الأستار مخطة ذهاقا وعلقة نحاقا وجنينا وراضعا ووليدا ويافعا. ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا ويقصر مزدجرا حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفرا مستكبرا وخبط ساجرا مانحا في غرب هواه كادحا سعيا لدنيا. أوجد الله الإنسان بعد العمل، خلقه من نطفة بعد أن كونه من تراب، ثم طور النطفة إلى أن صارت أمثال، أمثال أي أوصال، ثم جهزه بعدة أجهز منها جهاز السمع والبصر، قال فجعلناه سميعا بصيرا. نعم، الله سبحانه وتعالى أنعمها على عبده. هذه الأجهزة التي الله سبحانه وتعالى خلقها في جسد ابن آدم، لو أن الإنسان يعرف هذه الغرائب وهذه العجائب وهذه الأجهزة الموجودة في جسده، هذه الأعضاء هذه الجوارح لو يعرفها حقيقة لعرف من خلقها، وكما يقال من عرف نفسه عرف ربه. يقول الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى من عالم أكبر. عجائب وغرائب على في كل جارحة من الجسد، كل عضو من الجسد في جسد ابن آدم، كل عضو هو آية من آيات الله، كل عضو هو آية من آيات الله العظيمة. خلينا عاد احنا نعتبر ونفكر ونطيع هذا الخالق جل وعلا، خلنا نعتبر في عظمة هذا الخالق، لأن أجسامنا وأجسادنا وجميع الجوارح الموجودة في أجسادنا كلها عظيمة، وهذا يدل على عظمة من خلقها، عظمة الخالق وهو الله سبحانه وتعالى. جهزه بعدة أجهز منها جهاز السمع والبصر بس، لا الحواس الخمس بس، مو بس حواس خمس، أقوى حاسة بعد أعظم من حواس الخمس وهي الحاسة الداخلية في جسم الإنسان. الحواس الخمس منها السمع والبصر واللمس والشم والذوق، هاي الحواس الخمس. وأقوى حاسة سادسة وهي داخل الإنسان في جوف الإنسان، الحاسة السادسة، منها جهاز السمع، هذه الأذنين العظيمتين شلون تحمل الدبدبات الصوت توصلها إلى الدماغ حتى يعي الإنسان ما يسمع، هي عجوبة يوم معجوبة. خل أحد الأذنين يصيبها مرض تنطم الأذنين يضيق خلق الإنسان، ولا لا يمرض هذا الجسد كله، ولا يمرض بس الأذن واحدة، أذن واحدة يصيبها مرض، يصيبها أوساخ تكون بها ما يسمع بها زين، فيضيق خلق الإنسان، فما ما يستريح ما يرتاح باله حتى يتعالج وتصحي أذنه. فهذه نعمة كبيرة، نعمة كبيرة، نعمة هذه الجوارح نعمة كبيرة، فيجب أن يستعملها الإنسان فيما يرضي الله. شني مثلا السمع يجب يستعملها الإنسان فيما يرضي الله، مثلا ما هو الذي يرضي الله؟ الاستماع إلى تلاوة القرآن العظيم، الاستماع إلى تلاوة القرآن العظيم، هذه كلها فوائد عظيمة. القرآن وما أدراك ما القرآن، إذا تستمع للقرآن شلون إلك أجر كبير، مع كل حرف من حروف القرآن إلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذا أصغيت، إذا تري القرآن وصرت أنت كلك آذان صاغية لما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. تقول الزهرة عليه السلام في خطبتها
عن القرآن يقول قائد إلى الرضوان أتباع ومؤدي إلى النجاة السماع القرآن. شلون له أجر الإنسان إذا سمع للقرآن؟ شلون له أجر الإنسان إذا سمع للدعاء لأدعية الصحيفة السجادية، لدعاء الإمام علي بن أبي طالب المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب المنسوب لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، والذي أو ينسب بفعل يسمونه دعاء أمين؟ هذا الدعاء العظيم. إذا الإنسان أصغى إليه واستمع لهذا الدعاء، أو الأدعية الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية يسمونها إنجيل آل بيت محمد. فإذا الإنسان استمع إلى آيات الله العظيمة وإلى الأدعية والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى إلى أجر كبير. لكن لو سمع، لو واحد أخذ يغتاب الناس وأخذ يستمع إلى يحصل أجر هذا من عند الله، لو يحصل عقاب من عند الله. واحد يغتاب الناس ويكون كل آذان ساغية إليه، فلان يغتاب الناس، هذا زين وهذا زين وهذا قصير وهذا طويل، هل يحصل أجر؟ ما يحصل أجر. يحصل أجر إذا سمع آيات الله، إذا استمع إلى القرآن، هذا يحصل أجر. زين، فهذا جهاز السمع، جهاز البصر العين وما أدراك ما العين، الذي يبصر بها الإنسان. وأكبر نعمة أنعمها الله على عبده ونعمة البصر، نعمة البصر، نعمة البصر يبصر بها الإنسان، وهي أكبر نعمة أنعمها الله على عبده. فنعمة البصر يجب أن يستعملها الإنسان فيما يرضي الله، ياخذ القرآن يفتح القرآن يباوع على الآيات ويقرأ، يقرأ بالقرآن. لا يعظم يقرأ بالقرآن، يقرأ بالقرآن أو يلحظ لحظة واحدة إلى مستجاب الله، إلى ما حرم الله. شوف إذا نظر إلى آية من آيات الله تعالى بعينه، الله سبحانه وتعالى إذا نظر إليها بعينه وأخذ يقرأ، شلون إلى أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى إذا قرأ القرآن. لكن تعال هذا البصر، هذا الجهاد، جهاد البصر، جهاد البصر إذا استعمل في ما حرم الله، مثلاً أخذ ينظر إلى أعراض الناس المستجاب من كثر إلى هذا، كثر عليه من عقاب من الله سبحانه وتعالى. فجهاز عظيم هذا السمع، هذا البصر، البصر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يجب نحمده ونشكره على هذه النعمة الكبيرة. جهاز اللمس وهي اليدين، يلمس بها الإنسان، يتناول بها الإنسان، يأكل بها الإنسان، جهاز النفس وهي اليدين. النبع الجنوب، جهاز الشم، جهاز الشم وهو الأنف، يشم به الإنسان، العطر يعني الروائح العطرة وغير العطرة، يعني هذا الجهاز العظيم. ترى إذا واحد مثلا صاب مرض في هذا الجهاز، جهاز الفم، الأنف، جهاز الأنف، مثلا إذا صابه مرض يعني ما يشم لا روائح عطرة ولا غير عطرة، هذا مرض يصير عند الإنسان، يصير مرض عند الإنسان ما يشم لا روائح عطرة ولا غير عطرة، فما يرتاح ماله حتى يتعالج عن هذا الداء، عن هذا المرض. جهاز الشم يجي إلى جهاز الذوق، لون الإنسان يعرف هذا حلو ويعرف هذا مر، هذا ماسك وهذا مالح، بس يعرف بالذوق. الذوق وين الذوق؟ شلون يقدر يذوق هذا حلو وهذا مر؟ باللسان، فعلا باللسان يعرف هذا حلو وهذا مر. ثانيا مضغ الطعام، مضغ الطعام معتمد على اللسان. زين، بس كل جارحة من الجسد، كل جارحة من الجسد إلها وظيفة خاصة، بس اللسان عنده أكثر من وظيفة، اللسان عنده أكثر من وظيفة، مو بس مضغ الطعام، لا، مو بس هذا حلو وهذا مر، لا، شنو الوظيفة الثانية؟ الوظيفة الثانية الكلام،
من الصبح لليل كم كلمة يقولها الإنسان؟ كم كلمة يقولها الإنسان من الصبح لليل؟ ها؟ والحافظان شنو شغلهم؟ ما يلفظ من قول، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حافظان يكتبان على الإنسان ما يتكلم، شنو يقول؟ أي كلمة يلقيها يسجلها الملك، الملك يسجلها. إذا تكلم كلمة طيبة فالكلمة الطيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة. فالكلمة الطيبة صدقة، يعبر عنها عن الكلمة الطيبة صدقة. فإذا الإنسان تكلم كلمة طيبة وأصلح ما بين خصمين متنازعان على شيء ما، وإذا أحد المؤمنين وصلح ما بينهما، كلم كلمة طيبة وأصلح ما بينهم، كثر إلى هذا أجر عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله إن إصلاح بين الخصمين أفضل من عامة الصلاة والصيام. فالكلمة الطيبة لها ثواب عند الله سبحانه وتعالى، الله يعطيك أجر كبير. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة تأمر بمعروف تنهي عن منكر، هاي كلمة طيبة. فإذا الإنسان تكلم بكلمة طيبة الله سبحانه وتعالى أعطاه أجر كبير على عوض هذه الكلمة الطيبة التي يقولها. أما أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو صلح ما بين خصمين أو فتح كتاب الله العظيم وأخذ يقرأ بالقرآن، فكل كلام. فيا أحسن الكلام الطيب أو الكلام الذي هو غير مطيب، فأنا الكلام الطيب أحسن. فالكلمة الطيبة صدقة. بعد أكو حاسة واحدة هذه كانت في جوف الإنسان. ما هي الحاسة التي في جوف الإنسان؟ الحاسة التي يحس بها الإنسان أن هذا خير وذاك شر، هذا خير وهذا شر. يحس بالفرحة إذا عمت عليه الفرحة عند هناك في جوفه حاسة، يحس بها شعور، يشعر بأن هذا فرح، يحس بالفرح، يحس بألم المصيبة إذا وقعت عليه المصيبة، يحس مثلا إذا مرض وأصابه الألم، ألم المرض يحس به في جوفه، يحس بهذا المرض وحس بالأفراح وحس بالخير ويحس بالشر. هذه حاسة كانت في جوف الإنسان. لا مو بس الإنسان، حتى الحيوان ترى عنده إحساس بين هذا خير وهذا شر. حتى الحيوان يحس أن هناك خير وهناك شر. يعني مثلا إذا قدمت أنت خدمة جميلة إلى مثلا حيوان، مثلا هناك عندي إحساس أن هاي ترى خدمة جميلة، ويحاول أن يرد هاي الخدمة الجميلة بالمثل. يعني مو بس الإنسان، بعد أن الإنسان الله سبحانه وتعالى كرمه على جميع المخلوقات، شاهد أن حتى الحيوان عنده إحساس أن هذا خير. إذا تسوي خير، في الفرزدق صلح يوم من الأيام، الفرزدق جاء أهل البيت، خرج يوم من الأيام على مطيته، وعند زاد حمل وياه زاد على مطيته، لكن الزاد الموجود عندي لحم، واللحم مو مشوي مو مطبوخ، اللحم طري. زين إذا جاع شلون يقدر لحم ياكل لحم طري إلا بعد الشواء، يشوي ثم يأكله. زين توسط وبسط البر، وذاك الوقت ليل وظلمة، لأن الآن أنا جاية، إذا نزلت من على ظهر المطية وجعلت نار وأخذت أشوي اللحم لآكله، فإن يمكن أكو حيوانات بالوادي بالبر، يمكن أكو حيوانات مفترسة، ولين مظلم إذا جعلت النار يشوفون النار من بعيد ويقصدوني. تسوي، وإذا قصدت حيوان مفترس يمكن أروح ضحية يفترسني هذا الحيوان.
صبر نفس نص ساعه ساعه ما قدر على الجوع، نزل من على مطيه شعل النار واحد يسوي اللحم على النار. فلما ان شعل النار وجلس قليل بس اخذ يسوي اللحم على النار، واذا بديب قد اقبل عليه من صدر البريه ديب، والديب من عادته يفترس الانسان. لاحظ اذا قال اوه هذا ديب جاء، ديب اجا وخاف الفرد، خاف قال يمكن يفترسني هذا الديب. لما وصل الديب جلس على ركبتيه بين يدي الفرسه، ترى ما وصل اليه ما مسه بالسوق، قال اريد اشوف هل هذا الانسان، هل هذا الانسان عنده احترام لضيفه يحسن الضيافه ولو مع حيوان ولا لا. اذا جلس على ركبتيه بين يدي فأخذ الفرس سقيس واللحم حتى خلص اللحم كله استوى. بعد أن فتر عن حرارة الضوء قام أخذ يأكل اللحم، يأكل يخلي قطعة لحم في فمه، يأخذ قطعة ثانية يخليها في فم الديب، قطعة لحم في فمه يعني الفرس قطعة ثانية يخليها في فم الديب حتى خلص اللحم كله. يعني هو شبع والديب أم شبع من اللحم. بعدين بعد أن انتهى من أكل اللحم قام الديب وأخذ يطقطق براسه، يومي براسه إلى الفرزدق كأنه يقول أحسنت مشكور وما قصر، وأنك أطعمتني من زادك فحرام علي أن أمسك بسوء بما أنك أطعمتني من زادك. يعني كأنه يقدم الشكر إليه على أنك أطعمتني من زادك وأنت مشكور في أمان الله. مسك راح لحال سبيل شلون أحس هذا الديب؟ هذا أحس حس أن هذا فعل خير قدمه الفرس إليه، ترى هذا فعل خير، بما أنه فعل خير أحس بأن هذا فعل خير وحب إجازي على فعل الخير. بما أنه يفترس الإنسان من عادة يفترس الإنسان ما افترسه وما مسه تركه مضى لحال سبيل. شوف قال بما أنك أطعمتني من زادك فحرام علي أن أمسك بسوء. فأنشد هذا عبد الفرزدق قال وأطلس عسان وما كان صاحبا دعوت بناري موهنا فأتاني، فلما أتى قلت الندونك إنني وإياك في زادي لمشتركاني، فبدت أقد الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخاني، وقلت له لما تكسر ضاحكا وقائم سيفي في يدي بمكاني، تعشى أيها الديب فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحبان، وأنت امرئ يا ذئب والغدر كنتما أخيين، كان أرضعا بلباني، ولو غيرنا نبهت تلتمس الكرى رماك بسهم أو شبات سناني. فالإحساس هذا بالخير والشر حتى الحيوان عنده إحساس. تعالوا الخبر عن الإمام زين العابدين عن ناقة، ناقة الإمام زين العابدين يقول حججت 25 حج على ناقتي لم أقرعها بصوت. عند موت الإمام السجاد أوصى بها خيرا، أوصى بها خير، أوصى ولدي قال سوي لها ظلال عن الشمس وقدم لها العلف يوميا للجوع المطية. ومات الإمام، ترى بعد موته لما رفع، بعد لما مات الإمام زين العابدين ورفع جنازته إلى قبره بالبقيع فارقت المطية، هل فارقت الإمام؟ أحست، شوف الإحساس، أحست الناقة بفقد الإمام السجاد، أحست الناقة بفراق الإمام السجاد. ولما مات الإمام السجاد سلام الله عليه يقولون أن الناقة طلعت تركت المحل الذي موجودة به وراحت إلى وين؟ إلى قبر الإمام السجاد سلام الله عليه. يقول لك الإمام افتقدها، الإمام الباقر افتقد الناقة ما شافها، أقبل مع أصحابه إلى قبر الإمام يدورون الناقة إلى أن وجدوها عند قبر الإمام السجاد سلام الله عليه. تسوي الناقة تتعثر على قبر الإمام السجاد، شوف هذا الإحساس، الحيوان تتعثر على قبر الإمام السجاد، تعبر خديها على قبره وعبراتها تدخل على صحن خديها.
يقول إلى أن ضربت برأسها الأرض وماتت. ماتت الناقة، ماتت حزنا على الإمام السجع. شوف هذا الأكثر، ماتت حزنا على الإمام السجع. بعد هاي الناقة انجي بعد إلى النوم، النوم الذين قدموهم جيش عمر بن سعد يوم الحادي عشر من المحرم، الذي قدموهم جابوهم لخيمة وخلوهم عن خيمة الإمام السجاد، الذي قدموهم ليركبون عليهم بنات رسول الله زينب وأخواتها وأطفال الحسين. ترنوب جابوهم يوم الحادي عشر من المحرم، جابوهم عن خيمة الإمام السجاد، جسوا على الركب عند خيمة الإمام السجاد. زين العابدين واقف ينظر للنيام، وزينب واقفة تنظر إلى النيام. يقول قامت ناقة من النوم، قامت ناقة من النوم وأخذت الدور على النيام واحدة بعد واحدة. تسوي تجي تخلي فمها على أذن الناقة الثانية وكأنها تحكي وياها، كأنها تقول لها شيء، وعبرات تدخل على خدها، والناقة الثانية أيضا عبرات تدخل على خدها، وتروح لناقة ثانية، وتروح لناقة ثالثة، وتروح لناقة رابعة، وأخذت تدور على النياق كلهم. الناقة تدور على النياق وكأنها توصيهم بشيء، وكلهم والحنين يحنون النوم، وعبراتهم تدخل على خدودهم. زينب سألت الإمام السجاد، الإمام السجاد واقف، قالت له بني أرى الناقة هاي تدور على النور وكأنها توصيهم وصية، خلي فمها في أذن الناقة الثانية وكأنها توصيها بوصية، وتروح لناقة ثانية وثالثة وهكذا. تقول الناقة شنو عندها الناقة هاي؟ فقال الإمام السجاد هذه الناقة توصي النياق، توصيهم تقول انهم ترى جايين يركبون عليك على ظهوركم بنات رسول الله، يركبون بنات النبي، يركبون على ظهوركم بنات النبي زينب واخوات زينب، ويركبون اطفال الحسين على ظهوركم، ليكون واحد من النساء تطيح من على ظهوركم، ليكون يقول لهم امشوا على هون، امشوا على هون، امشوا على هون شويه شويه، ترى لا تطيح امراه من بنات رسول الله من على ظهوركم، لا تطيح طفله من بنات الحسين من على ظهوركم، لا تطيح طفل من اطفال الحسين من على ظهوركم. هاي زينب، هاي زين العابدين يخبر زينب، يقول لها ترى الوصيه نص على النيام، يقول لهم الله الله في بنات رسول الله، الله الله في اطفال الحسين، هذا تمشون بسرعه، وتطيح امراه او تطيح طفل من على ظهوركم. سمعت زينب ذاك الحكي هذا من زين العابدين، أخذت ترسم ولا راس يصيح وويلا، هذه حيوانات نياق، ورقت قلوبهم على بنات رسول الله وعلى أطفال الحسين، وبني أمية ما ترد قلوبهم، وبني أمية ما رقت قلوبهم على بنات الحسين ولا على أطفال الحسين، هجموا على خيام الحسين، أحرقوا النار في أحرقوا قيام الحسين، سلبوا بنات رسول الله، أخذوا يضربون أطفال الحسين، ومسك الضعين بعدين ركبوا بنات رسول الله، زين العابدين وعمة زينة ركبوا بنات رسول الله على ظهور المطايا، وركبوا أطفال الحسين. ثم قال زين العابدين عما دعيني وكبك على ظهر المطية، قالت لبني أنت علي المريض، قال أريد أن أركبك، قالت أنا خليني أركبك بني، قال لا أنا دعيني، أنا السمير بن النجد أركبني، وزمير بن قيس أركبني، أما أنت أنا أركبك يا زينب. عبد لها زين العابدين وركبها على ظهر المطية، ثم أقبل حربلة بن كاهن وزمير بن قيس، واركبوا زين العابدين على ظهر المطية، وضعوا الجامع على صدره، والقيود في يديه، والقيود في رجليه. قللوه، قيدوه، ومشى الضعينة، مشى الضعينة، مشى الضعينة،
الحسين دعينا تيتام الحسين ما استوضعينا بحريم الحسين ساحت زينب عبرت على خديا صيح يا ابو علي يا ابو علي يا ابو الهزيل الضالع ومن الهزيل برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا زيارة الحسين بن علي. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى أخيك وحامل الوالي والفضل بن عباس، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك، السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين، السلام عليك وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك، السلام عليك وعلى ملائكة الله العافين بحرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا رحمة الله وبركاته. السلام عليك بعيد المدى، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا، السلام عليك وعلى أبائك السبعة وأبنائك الأربعة جميعا رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن سيدي عجل الله لك القرآن وسهر الله لك المغفر، السلام عليك وعلى أبائك الطاهرين المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبق والصلوات على محمد وآل محمد. والعذاب
يا صنفات المدينة يا